اللي هي خواص الخلطة الأسفلتية. تمام، أنا بدأت التسجيل يا باشمهندس، بدأته. التسجيل بدأ. كده أنت تمام، وقفته تاني. ده اشتغل اهو. طب ثواني بقى، هو استنى ما تشرحش عشان هيقف دلوقتي. هو شغال اهو. ماشي يا باشمهندس، خلاص كمل. هو كده يبقى احنا الاتنين اتكينا في نفس الوقت. تمام. بص، النهارده ان شاء الله هنتكلم على اخر سيكشن، هيبقى عباره عن جزئين. الجزء الاولاني الفلومتريك، اللي هي خصائص الخلطه الاسفلتيه. تمام، عامه محتويات السيكشن النهارده رفعها لكم على ايه، على الفايلز. هتلاقي الشيت بتاع الديزاين اللي ايه، والفلومتريك والديزاين، ده الثلاث ملفات النهارده. نتكلم على اول حاجه الجزء الاولاني اللي هو الهوت ميكس اسفلت الفولوماتيك بروبرتيز يوزنج فيس دايجرام. اول حاجه الخلطه الفيس دايجرام ده عباره عن ايه؟ الفيس دايجرام لاي خلطه اسفلتيه اللي هي بتاع اللي هي طبقه السطح الاسفلتيه، اللي هي يا اما سطحيه يا اما بندر يا اما طبقه رابطه، تكون مكوناتها عباره عن كتل واحجام. الكتل المكونات بتاع الخلطه عباره عن ايه؟ اجريت سوليد وابسورب اسفلت وافكتيف اسفلت وهواء. الابسورب اسفلت دي اللي هو الاسفلت اللي شربه حبيبات السن، اللي هو ايه شربته. تمام، في بقى شربه الحبيبه والحبيبه اللي جنبها باسفلت، فدي الافكتيف اسفلت اللي هو الاسفلت المستخدم لربط الحبيبات ببعضها، انما دي الاسفلت اللي ايه الممتص باستخدام الايه السن اللي هو الاكريليك. فبالنسبه للكتل، في كتلة السن اسمها بي اس، كتلة البوتونين كلها على بعضها اسمها بي بندر. كتلة البوتونين، البي يعني كتلة وهنا الحجوم يعني فيه. البوتونين الممتص اسمه بندر افكتيف، البوتونين الممتص اسمه بندر بوتونين ابسوربد الممتص. طبعا كتلة الهواء بصفر، كتلة العينة كلها اللي هي بي ام، الميكس كله اللي هي عبارة عن مجموعة البي اس زي الايه بي اي. طبعا الهواء في الكتب ايه بصفر. الاحجام كتله كليه للخليط بتبقى في ام بي ميكس، بتبقى ب1 سم مكعب. حجم السوليد وهو معلوش بتومين اسمه في اس سوليد افكتيف، اللي هو السن وهو ايه نضيف معلوش حاجه. لما يكون عليه بقى عليه سن عليه بتومين ممتص بنسميه في سوليد بالك. البلبلك دي السن هو عليه بوتومين على الحبيبات منتصه داخل الحبيبات. حجم البوتومين هناك الكتله اصبح هنا ايه حجوم نفس الرموز الممتص وهنا الايه الفعال. اللي هو حجم الهواء اسمه في اف. حجم البوتومين كله على بعضه بنسميه في بندر، اللي هو مجموع الاثنين دول. المطلوب منك في المساله ارسم الفيس دايجرام، هيبقى الرسمه دي رسمه ثابته. تاني حاجة الحسابات، نجيب الايه القيم دي كلها. فدي أول حاجة الفيس دايجرام سهلة اهي. بعد كده في عندي الكثافة النوعية، الوزن النوعي. في وزن النوعي للام ام اللي هو الخليط كله بدون هواء، اللي هو اسمه الكثافة الوزن النوعي النظري. الوزن النوعي الكلي جي ام بي بيكون وزن الكثافة النوعية شاملة الهواء. في برضه كثافات نوعيه تقابلنا زي الجي اس بالك اللي هو ايه الكثافه النوعيه للركام. تمام، البالك يعني هو شارب بوتومين. لو بص بوتومين منضبط مع حبيبات الميه مع السن اللي هو طبعا هو رطب وهو معاه بوتومين، ده اسمه الاس بالك. السن وهو معهوش بوتومين سميناه افكتيف. السن وهو ناشف يعني عامله مسخنه خالص وما فيهوش اي رطوبه اسمه الايه الجي كثافه النوعيه للسن الايه الابيض. في بعض الرموز اللي عندك حاجه اسمها الفي ام ايه اللي هو حجم الفراغ الموجود جوه العينه. لما يكون عندي عينه خلطه اسفلتيه في سن وبين السن وبعضه في فراغ، احط جواه بوتونين ويبقى في فراغ برضه هواء. فالنسبه بين الفراغ اللي هو حجم الهواء زائد حجم البوتونين الممتص الافكتيف اللي هو بيحطه بعضها، اسف، اللي هو الفعال، البوتومين اللي اتحط بيربط الحبيبات ببعضها زي حبيبات الخرسانه المسلحه، السن اللي هو الاسمنت بس الفكره يعني.
على الحجم العينه كليه جسمها ال في ام اي، اللي هو حجم اللي هي الفويد المينيمال اجريت، اللي هو الفراغات قد ايه نسبتها بالنسبه للعينه كليه، سواء حجم الفراغات وهي هواء زائد هواء زائد حجم البيتومين الفيكتيف، بعدين عباره عن فراغ على حجم الكل اللي هو بيمثل 1 سنتيمتر مكعب. في رمز تاني برضه انا قابله اللي هو في اف اي، اللي هي الفويد فيلد ويز اسفلت. الفراغات بقى اللي فاتت دهيت اللي هي دي الفراغ اللي هو الفي اي زائد الفي بي، عايز اعرف قد ايه اتملى منه اسفلت. فدي عباره عن الفراغ نسبه الاسفلت الموجود في الافكتيف على حجم الفراغ، يبقى قد ايه اتملى بوتومين في 100 يطلع ايه النسبه المئويه لقد ايه الفراغ اللي فات، الفراغ اتملى قد ايه بوتومين، يبقى نسبه البوتومين اتحط على حجم الفراغ، حجم البوتومين الافكتيف على حجم الفراغ. مثال نطبق فيه كده، بقول لك في عينه خدناها من طريق 6 حارات، الطريق دي كان نسبة الأسفلت عبارة عن 5% معبر عليها بالإيه؟ بالويد أوف ماس، يعني نسبة الأسفلت 5% من الوزن. والإتس إتس بارك سبيسيفيك جرافيتي ووز 2.239، يعني الوزن النوعي للخليط كله على بعضه الميكس كله 2.239 من 1000. سبيسيفيك جرافيتي الوزن النوعي للأسفلت كان هو البندر 1.15 من 1000. قال لك الوزن النوعي بعد كده للبلك اللي هو الجي اس بلك بالقيمه دي 2.705 بتاع السن، والجي اس افكتيف السن برضه ب 2.731. قال لك اول حاجه ارسم كومبوننت ديجرام شوين بول بيومتريك بروبرتيز اند ماس كوانتيتي، يبقى دي الكيس ديجرام هو نفس الرسمه اللي احنا قلناها بتترسم جماعيه الى تخليها بس دي كليه الفي ام دي اللي هي حجم العينه كلها الفي ام دي بيبقى حجمها 1 سنتيمتر مكعب بنفرده تمام. وبعد كده بنجيب الاحجام كلها الباقيه منها. هنحل المسألة ازاي؟ طبعا عايز اجيب بعد كده نسبه الهواء ونسبه البدون الممتص ونسبه البدون الفعال والفي ام اي ودي اف اللي هي خصائص الخلطه الاسمنتيه. اول حاجه هنعوض تعويض مباشر خطوات في ديت شخص اي مساله، نفس الخطوات مفيش تغيير، الفيس دايجرام بترسم والخصائص اللي انا بتسبب نفس الايه الطريقه. خدنا قبل كده اللي الكثافه النوعيه عباره عن ايه؟ لأي مادة دي بتساوي الوزن النوعي، الوزن النوعي للمادة على الوزن النوعي ليه بيساوي آسف الوزن النوعي لأي مادة بيساوي كثافة المادة على كثافة المية، كثافة المية بواحد. إذا الوزن النوعي لأي مادة بيساوي كثافة الإيه؟ المادة. طب الوزن النوعي اللي هو الجي بيساوي كثافة المادة، كثافة المادة بتساوي إيه؟ بتساوي كتلة على حجم. إذا الوزن النوعي لأي مادة تساوي كتلة اللي هي بي على الحجم اللي هو ايه؟ في. مع اختلاف بقى اي حاجة بحجمها الرمز بتاعها اللي هو الحجم مثلا بي اي بي اي، يبقى الفكرة الوزن النوعي بيساوي كتلة على الحجم، كتلة هي البي. تمام؟ هنطبق في الكلام ده، انا عندي دلوقتي كتلة الخليط كله اللي هي البي ام، انا عندي الكثافة النوعية اللي هي الجي ام بي. الجي ام بي بيساوي البي ام على البي ام بي. صح كده؟ يبقى الجي ام بي اللي هي الوزن النوعي للخليط كله يساوي البي ام على الفي ام بي. وسطين طرفين هتلاقي البي ام البي ام بيساوي حجم الفي ام بي بواحد، دي حجم العينه كلها قلنا بواحد. الجي ام بي للخليط كله 2.239. طبعا دي كثافه الميه بواحد قلنا مالهاش لازمه نشيلها. اضرب ديفي اذا كتله العينه كلها باتنين علامة 2.39 جرام، دي وزن العينة كلها. قال لك بي بندر كتلة البندر اللي هو البيتونين بيساوي 5% من الوزن الكلي، زي ما قايل في المسألة. يبقى 5% من الوزن الكلي بضرب 5% في القيمة دي يطلع ايه؟ 112 من 1000 جرام. عايزين بعد كده حجم السوليد، أي حاجة نجيبها يا إما بالكثافة اللي هي الوزن الكثافة على كتلة على الحجم، أو نروح نجمع ونطرح ايه؟ جمع وطرح من الرسمة دي. عايزين بعد كده البي اس، البي اس هيساوي البي ام هي 2 علامه 2.93 ناقص البي بي. لو انت جربت شفت البي اس اهيت، البي اس هيساوي البي ام ناقص البي بي من ايه؟ من طرح الرقمين دول مع بعض هيديك ايه؟ البي اس. عايزين نجيب بعد كده الحجم الاس افكتيف، حجم السوليد الايه؟ الافكتيف. تمام؟ الافكتيف ده اللي هو الحجم، قلنا الحجم اي كثافه نوعيه، يبقى الجي اس افكتيف بيساوي الكتله اللي هي البي اس السن على البي اس افكتيف.
طب يبقى الحجم بيساوي بقى ايه؟ يبقى الحجم في ديت عندك الحجم اللي دي اس افكتيف هيساوي الحجم هيساوي يا باشمهندس ايه؟ هيساوي الكتلة كتلة السن كتلة السن اللي هي بكام؟ اهي على ال في اس افكتيف اللي هي كانت في المسألة اللي هي القيمة دي. قال لك البلك اللي هي القيمة الأولى والافكتيف على الترتيب اللي هي القيمة التانية. هيطلع ال في اس افكتيف ب 779 ألف سنتيمتر مكعب. عايزين نجيب ال في اس بالك نفس الكلام هيبقى كتلة السن على الحجم يساوي كتلة على الوزن النوعي، الوزن النوعي بتاع ايه؟ الاس جي اس بالك اللي هو كان ايه؟ معلوم بالقيمة دي. هيطلع 786 من ألف سنتيمتر مكعب. عايزين نجيب حجم البندر، حجم البندر نفس الكلام بيساوي كتلة البندر دي بندر على كثافة البندر الجي بندر اللي هي كانت معلومة بكام؟ 1.15. طب عايزين نجيب ال في بي افيك حجم ال بي البندر صلب للمنتص هنجيبه من هنا. لو انت عندك انت لسه حاسبها حجم ال في اس دي بالك وال في اس افيكتيف مطرحهم من بعض تيجي ال في بي ايه من بعض اهوت تطلع بسعر 100000. عايزين نجيب بعد كده عايزين نجيب حجم البندر الفي بندر. ما هو في بندر بيساوي يا باشمهندس الفي بي بندر الفي بي افكتيف ده بيساوي الفي بندر ناقص الفي بي ايه ده ناقص دي اللي تديك الفي بي افكتيف. تمام هتلاقي عندك الحجمين من بعض اهوت عندك الفي طب 11% اهيت الفي بي ناقص 7 من 1000 هنجيب ال في بي افكتيف دي الاثنين من بعض. تمام فلو جسم الرسمه مظبوطه ومن الاول بعد كده الطرح والجمع بيجي من الرسمه او عن طريق قانون الكثافه بيساوي الكتله على الحجم الوزن النووي بيساوي الكتله على الحجم. بعد كده حجم الهواء انا عندي حجم جبت كل الحاجات دي كلها فاضل حجم الهواء. حجم الهواء ده هو ال في اي بيساوي الواحد ناقص القيمه دي زائد القيمه دي زائد القيمه دي او القيمه دي زائد القيمه دي. المهم مجموع الارقام دي كلها بكام؟ ب 1 سنتيمتر مكعب. هنجيب واي يبقى دي ايه بيساوي 1 ناقص القيم دي تطلع بايه؟ ب 111 من 1000. نفس الكلام الفي بي افكتيف اللي هو كتله البندر الفعال بيساوي الكثافه بتاعه. تمام الكثافه في ايه؟ كثافه الحجم بتاع الفي بي بندر الفي بي بندر بكام؟ في بي افكتيف اهيت في كثافه البوتومين. هو البوتومين الافكتيف او الابسوربد هو بوتومين عنده في كثافه البوتومين. تمام عايزين نجيب بعد كده نسبه بيقول لك الافكتيف اسفلت كونتنت محتوى الاسفلت اللي هو عباره عن نسبه من كتله الاسفلت اللي هو الفعال اللي بيتحط من الحدود وضعها على الكتله الكليه للخليط اللي هي على البي ام دي معنى كلمه الافكتيف اسفلت كونتنت تطلع 4.10%. تمام البي بي ايه طبعا ممكن نحسبها قبل كده اللي هي طرح الرسمه البيانيه يطلع ايه؟ القيمه دي الانفويدز عندك حجم الفراغات بالقيمه دي عايز اجيب نسبتها تتضرب في كام؟ في 100 تطلع 11.1%. عايز اجيب الفي ام بي الفي ام اي والفي الاف اي الفي ام اي اللي هو حجم الفراغات الموجوده في العينه دي عباره عن حجم الفراغ على حجم العينه حجم الفراغ اللي هو الفي اي زي الفي بي افكتيف خلي بالك مش هتصور انا عايز الفراغ اللي هيتملى بوتونين على واحد اللي هو الفي ام بي اللي هي ايه؟ بواحد حجم العينه بواحد ملهاش لازمه الواحد دي بقى تجمع دول وتضرب في 100 يطلع الفي ام اي يبقى حجم الفراغ في العينه كان مقداره 21.4%. طب قد ايه من الفراغ ده هو اتملى اسفلت؟ يبقى الفي ام اي اللي هو حجم الفي اف اي اللي هو حجم الفراغ اللي اتملى اسفلت يبقى دي طبعا القانون ده لو انت مش هنا بس في القيمه دي مش ايه؟ عشان منطوق بنفس القانون فعوض في القانون دوت عندي قانون تاني. القانون دوت ان انت تقسم ال في بي افكتيف عندك قيمة معلومة على مجموع الرقمين دول على حجم الفراغ في 100. تمام هي نفس القيمة دي يعني هي ال في بي ايه بكام؟ طبق في القانون افضل على طول يعني طبق في القانون اللي احنا قلناه من شويه افضل. تمام فهيطلع النسبه زي ما تطلع معاك يعني.
بقول لك بقى كده، هل الاسفلت ميكس اير فويدز بيرسنت داخل حدود المصوت ولا لا؟ قال لك حمض الفراغات ده بيبقى حوالي من 3 او من 5 ل 7%، من 3 ل 5% او ممكن من 5 ل 7%، المهم ما يزيدش عن 7% يعني حجم الفراغات، تمام؟ فلو القيمه دي زادت نقول له مش يبقى اذا الفراغات الموجوده في العينه دي معناها العينه فيها مشكله. فاذا طالما زاد عن قيمه المواصفات تمام يبقى نو، مش داخل حدود ايه المواصفات. فدي مساله الفوليومتري يا جماعه كرسم وعكس حسابات تلخص في زي ما بقول لك المره يعني اللي فاتت ده. باشمهندس الموصل بص المواصفات عندك يعني هي من 3 ل 5%، خلينا من 3 ل 5، لو زدنا على 5% يبقى ايه نقول له نو، يعني القيمه دي مش جوه، خليها من 3 ل 5%، تمام؟ فاذا الفراغات الموجوده نقول له مش خارج حدود المواصفات، يعني العينه دي فيها مشكله في الهواء اللي موجود جواها مش مدموجه كويس، يعني هو بعد ما حطيتها في الطبيعه ما حصلهاش دمج صح، تمام كده في المساله يا جماعه؟ في مشكله عند حد في المساله دي؟ شمسين تمام يا هندسة. هنخش بقى على الجزء الثاني، يعني ناخد معانا بتاع ساعه الا ربع كده ان شاء الله ولا حاجه. الجزء الثاني اللي هو بقى ايه الاي سيلز والاتش تو ديزاين، طبعا خدت في المحاضره الاخيره خدته ازاي تحسبهم الاي سيلز صح؟ باشمهندس اتفضل. ممكن بس يعني لو تركب سماعه هاند فري عشان الصوت اللي لا حواليك خلاص كده خلاص بيبقى خلاص ملغوش على صوتك. طب هزبط هزبط اهو كده تمام، صوت واضح كويس كده؟ اه تمام، بس كل شويه كده بيحصل زنه لا لا خلاص وحركه كده خلاص من الماوس وكده. هاخد بالي معلش هاخد بالي. تمام فدلوقتي اللي عشته بيفمنت ديزاين بقى دي اخر حاجه ان شاء الله، هنتكلم على تصميم الطبقات الاسفلتيه. عايز اجيب السومك، عشان اجيب السومك لازم اجيب الحمل البرو اللي بيمشي اللي هو اسمه الايسلز اللي هو الحمل المكافئ. فانا عندي في شيت نازل بقى هرفعه لكم برضه اللي هو ازاي احسب الحمل المجهول المكافئ لكل العربيات اللي بتمشي عندي على الطريق ده اول خطوه. فدي عليها مسالتين في الشيت، وفي مساله ثانيه في الشيت اللي هو ازاي اصمم سمك الطبقات باستخدام منحنى القشره. عندك 3 مسائل في الشيت على تصميم الطبقات. هنتكلم على اول حاجه الحمل المجهول اللي موجود عندك في عربيات ملاكي واتوبيسات وباصات كذا نوع. فقال لك هنبدا بنحول ده كل العربيات دي كلها الكويفلنت سنجل اكسيال اللي هو الاي اس اي ال اختصار كله رمز، بنحولها لحمل مكافئ اسمه الحمل الاحمر القياسي، يكون وزنه حوالي وزنه 18000 باوند او 8.10 طن. قال لك دي بيأثر على الطريق بتاعي بمقدار تدمير دامج مقدار واحد. فاذا بحول اي احمال عندك الى احمال مكافئه اي سيلز. في قانون بيحسب الاي سيلز هنتكلم عليه. تمام؟ ففي معامل بقى بيحول يا باشمهندس اللي هو اللي اسمه ال اي اف، ده معامل اللود ايكوفلانسي فاكتور، ده معامل بيحول اي حمل لاي شاحنه باي شكل لاي حمل محور. عندك احمال المحاور ممكن تكون سنجل او تندم او تريدم، يعني ثنائي او ثلاثي. قال لك هي النسبه بين الوزن بتاع المحاور دي على الوزن المحور ايه القياسي. فدلوقتي يبقى المعامل ال اف ده بيجي من عن طريق جداول، نخش بحمل المحور ونوع المحور شكله مفرد او مزدوج او ثلاثي، بجيب قيمه الايه ال اف. بعد كده ال اف ده بيخش في قانون حساب الايسز اللي هي الاحمال المكافئه، عشان هنشوف القوانين كمان شويه. بحول كل انواع العربيات اللي عندي الى مركبات الى حمل مكافئ ايسز عن طريق استخدام ايه معامل ال اي اف، لمعامل مكافئ لمحور ما بيعطي نسبه تاثير لكل مره وتمر فيها المركبه على رصف ايه معين، وهي هو نسبه بين التاثير المركبه اللي عندي وتاثير الحمل القياسي اللي هو الايه اللي هو الحمل اللي هو 18000، النسبه بين ايه بين التاثيرين عندي. فهو ده معامل بيعبر عن الموضوع ده. زي ما انا بقول لك الايسز الواحد ايسز بسبب تدمير بواسطه 18000 باوند حمل محوري سنجل بيأثر بتأثير ايه؟ واحد، يعني حمل تأثيره 8.2 طن او 18000 باوند، تأثيره الدمج بتاعه على الطريق بتاعي خلال عمره اللي في التصميمي بيبقى مقدار ايه؟ واحد. نحسب ال اي اف ده اللي هو معامل التحويل ده اللي هو بيحول الاحمال المرورية
الشاحنات الاتوبيسات الى حمل المكافئ. قال لك بنخش على الجدول ده، بيكون هنا حمل المحور اللي هو عندي، وهنا نوع الاكس بتاع الشاحنه، الاكس لو سنجل او اكس راكب فيه عجله واحده، او اكس راكب فيه عجلتين، او اكس راكب فيه 3 عجلات. بخش على قيمه الحمل ونوع الاكس، واطلع ايه قيمه ال اي اف اللي هو معامل التحويل. يعني لو الحمل مثلا كان ب 43,000 والمحور سنجل، فكانت معامل التحويل ال اي اف 28,22 مثلا، وهكذا اي حمل مع نوع المحور، واطلع الايه قيمه ال اي اف اللي هو كوفلنت اكس لود فاكتور. يعني يا باشمهندس هنستعمل المعادلة ولا هنستعمل الجدول؟ لا هنستعمل المعادله، المعادله داخل جواها ال اي اف. ال اي اف ده بيجي منين؟ بيجي من الجدول. أنا قصدي ال اي اف نفسه كان ليه لسه معادلة صغيرة اللي هي ال W طن على 82 طن أس لا 4. لا المعادله، لا لا انت بس المعادله دي لو كتعريف نظري بس، هي النسبه بين الاحمال المرورية الناتجه. بص لو احنا هو بص المعادله دي معادله افتراضيه بس انت ما خدتهاش في المحاضره صح؟ فانت عشان بس ما يبقى ايه شغلنا بس يا جماعه كله بيجي فين؟ يعني او خلي بالك المعادله دي خاصه بالحمل اللي هو السنجل بس، عشان ما نقعدش نطبق المعادله دي لو عندي كذا نوع مختلفه، فهي بس ايه دي خاصه بنوع الحمل السنجل. فهمت؟ دي بس جت في الشرح كده بس، انت ايه انت فاهم اللي هي نسبه بين تاثير الحمل وحمل الايه؟ القياسي. فما تخليهاش معاك، دي مش هنستخدمها في الحساب، عشان نستخدم في الحساب في الحسابات هنستخدم الجدول ده خلاص، عشان حسب نوع الحمل قيمة الحمل ونوع الاكس بتاعه خلاص. تمام كده؟ طيب لو عندي قال لك القيس المعامل التحويل ده، او لو عندي شاحنه، عندي شاحنه شاحنه فيها اكس قدام اكس سنجل، وهنا تنضم اكسين اهوت، اكس متحمل عليها عجلتين، واكس هنا متحمل ايه على عليها عجلتين برضه. فقال لك ازاي نجيب بقى نحول الشاحنه ديت، نجيب الايه معامل التحويل بتاعي. قال لك لان معامل التحويل بتاعك ده بيخش في يعني بستخدمه في معادله الايسلز اصلا، بستخدم حاجه اسمها التراك فاكتور، يعني داخل جوه الايسلز المعادله الكبيره اسمه التراك فاكتور. التراك فاكتور ده بيساوي نمبر اوف اكسيل في ال اي اف، عدد المحاور المعامل التحويل على عدد الايه الشاحنات. بس طبعا انا عندي هنا شاحنه واحده، دي لو عندي مثلا 1000 شاحنه بستخدم القانون ده. كمان لو عندي شاحنه واحده بجيب تاثير كل عجله واجمعهم مع بعض، بجيب تاثير الايه الشاحنه الواحده بس، انما دي لو عندي مثلا كذا كذا شاحنه كتير، عدد كتير يعني. هنتكلم بعد كده بالتفصيل برضه على الموضوع ده. فعندي 12000، لو دخلت عند 12000 والمحور طبعا سنجل عجله واحده، هيطلع المعامل ايه؟ 189,000. طب لو الحمل ب 28,000 هو كده مش كامل معانا، يعني 28 موجود هنا والمحور طبعا تندم اللي هو مزدوج، هتلاقي 28,000 اسره تندم، هتلاقي ايه؟ هتلاقي طلع معاك علامة 495. طبعا ورا برضه نفس الكلام، نفس الحمل يبقى يطلع نفس المعامل. اذا بالنسبة لمسألة ديت التراك فاكتور بيقول لك بيساوي مجموع المعاملات بتاع الايه؟ معامل التحويل لايه؟ للعائد. يعني امسك الشاحنه واجيب كل الاجساد اللي بتمشي على الطريق نفسه، لان مش تمشي دي بس، تمشي ده وده وده. عايز اجيب كل الاجساد اللي بتمشي لكل التجميلات على مستوى الايه؟ السنه كلها. فدلوقتي انا عندي ده، فبجد الشاحنه الواحده هيساوي مجموع ده، يبقى ده القيمه دي زائد القيمه دي زائد القيمه دي. تمام، دي لو شاحنه واحده. طيب قال لك الاي سيلز بقى، قال لك القانون بتاعها 365 في الاف دي، في الجي معامل نمو، في الاي دي تي، في الان، في الايه؟ في معامل اسمها اف. دي لو احنا بنستخدم طريقه اسمها طريقه الايه؟ ال اي اف اللي هي بتاعتنا. في برضه عايز قانون تاني، لو انت استخدم التراك فاكتور هتلاقي هنا نسبه الشاحنات موجوده عندك هنا. تمام، هو تبع نفس القانون مفيش فيه اختلاف. تمام، ممكن نشتغل على القانون اللي فوق ده اهوت، بس نضرب في ايه؟ التراك فاكتور، يبقى القانون ده عام يشتغل للاثنين دول، يعني القانون اللي فوق ده نضرب فيه في التراك ويبقى شغال نسبه التراك يعني. فالاي سيلز ده هو بحول كل الاحمال المرويه، الكلام ده يا جماعه اشرحه بالتفصيل حتى اديك قانون مبسط للاثنين دول عشان بعد كده تشتغل فيه في المسائل يعني. الاي سيلز اللي هو التحويل جميع الاحوال الاحمال اللي عندك الى حمل محوري مكافئ للايه؟ السنجل اكسل. الاي دي تي اللي هو الحمل العربيات اللي عندك، كذا عربيه كذا عربيه في اليوم
على التو دايركشن. المهم التو دايركشن يا جماعه جايين مع بعض، الرايح جاي مع بعض دي توتال، تمام؟ دي خلال اليوم بضرب في التوالي 65 عشان نحولهم للسنه. الشيء اللي هو معامل النموي، تمام، وليه قانون حالا اللين ديستريبيوشن معامل الحاره، هم ساعات بيبصوا للبروجرامز اللين فاكتور الاف او اف دي احنا في القانون يعني. الان اللي هو عدد المحاور، بعد كده ال ال اي اف اللي احنا قلناه معامل ال اي اف بتاعي اللي هو اللود فرنسي فاكتور اللي هو ال اي اف او الاف اي اوبتيمال، التي اللي هو التراك فاكتور. هنتكلم بقى على كل دي دلوقتي بالمسائل بالتفصيل حالا. انا بنتكلم كذا مسائل وكذا فكره، معامل النمو بيساوي 1 زائد ار اس ان ناقص 1 على ار. الار دي اللي هو معامل النمو، والان اللي هو عدد سنوات التصميم للطريق القانون الافتراضي، تمام. اللين فاكتور اللي هو ال ال اف، يعني دلوقتي هنمتحن قوانين مبسطه اللي احنا قلناها من شويه، وهديك اسئله على الايه ازاي تحسب الايسنس، تمام، لان في المحاضره ما خدتش ايه مسائل بالارقام. فهندي كل معظم الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها عندي مسالتين في الشيت، فهنتكلم على كل الايه الافكار بتاعتي. فعندي بلاك دلوقتي المعامل الحراره ده، لو عندي عدد الحرارات الاتجاهين مع بعض حارتين، يعني حاره يمين وحاره شمال، تاخد نسبه الاف دي اللي هو ال ال اف او الاف دي لين فاكتور بنص. لو اربع حاجات يعني اثنين يمين وشمال اثنين شمال يبقى 75%، لو الطريق ست حاجات يعني ثلاثه يمين وثلاثه شمال باخده 4/10 في القانون. طب اللي انا قلته بقى من شويه ده كله عايز الخصه لك عشان خاطر الموضوع اللي فات ده كله، هلخصه لك بقى بايه؟ بحوالي ايه خمسه سته سلايدات كده، ايه بخط الايد كده مع حل مسالتين ايه قريبين من مسائل الشيت. هلخص اتفضل. وفي الجروس فاكتور بس في جمله كده تحت بيقول فور انيوال جروس فور انيوال جروس ريت الار بتساوي صفر، ده ايه ده؟ لا ده دي شيء جدي، لا دي مش مظبوطه دي. تمام احنا هنتبص في الجمله. هي الدكتوره قالت دوت يا باشمهندس في المحاضره، قالت ان الار دوت معدل النمو، معدل النمو بتاع السكان لو او معدل النمو عموما، يعني لو بيساوي صفر مفيش نمو يبقى الجي بتساوي الان، الان ديت اللي هي عدد السنين فتره المده التصميميه. يعني لو في الامتحان قصدك في الامتحان يعني لو ما ذكرش نمو ما جابش سيره لو قالت الار بصفر يبقى الجي بتساوي الان، الان ديت المده التصميميه، هنضرب بدل ما نضرب في جي هنضرب، هتبقى الجي بتساوي الان لو المدة التصميمية 25 سنة يبقى الجي بتساوي 25. يبقى دي طالما عشان يبقى دي، بص دي حاجة مالهاش دعوة بالقانون ده، دي حالة خاصة كده لو النمو مفيش نمو. أنا بس ما كنتش مش واضحة قدامي، فهي فعلا لو النمو مش موجود نمو أصلا يبقى الجي ناخدها بإيدي. دي قانون تاني يعني، قانون تاني مالهاش دعوة بده. دي في حالة لو مفيش ريت معدل نمو نهائي بزيرو مش موجود يبقى الجي بإيدي. تمام كده يا باشمهندس، تمام. فهنلخص اللي فات ده كله بقى تاني بسرعه كده، بقول لك في عشان الموضوع الايسلز ده موضوع يعني ايه نفهمه اكتر مع بعض تاني. نلخص الموضوع، تكرار اللي فات، الحمل المحوري بيبقى 18000 ايه الف رطل او باوند، هو 8.2 طن. بنعمل في الايه بنيجي نحسب الايسلز، بنحول الانواع المختلفه من مركبات على الطريق للحمل المكافئ اللي هو الحمل القياسي. عن طريق ايه بقى؟ تضرب كل حمل محور موجود بموجود عندك في قيمه الايه؟ ال ال اي اف، يعني بخش على الجداول بقيمه ال ال اي اف بقيمه اللود بنطلع الايه؟ المعامل ده. طب المعامل ده ما بخش على الجداول بحتاج ايه؟ بحتاج نوع المحور وبحتاج الايه؟ الحمل. طب شكل المحور القياسي بيبقى عامل ازاي؟ ده عباره عن محور سنجل ويبقى عباره عن عجلتين لازقين في بعض، مش زمان كنا بنعمل الرسمه بتاعت ايه؟ اللي بيجيب ال ال اف كان عجلتين جنب بعض كده قلنا عليها تنضم، لا عجلتين يعني للداخل كده مستواجين يعني. فده محور وفي عجلتين هنا وعجلتين، ده المحور اللي هي الستاندرد، ده الشكل بتاعه. ده انا احول كل الاحمال اللي عندي المرورية الى المحور اللي هو ده. طيب القانون بقى خلاص بقى، قلنا القوانين اللي فاتت دي كلها دي قوانين مبسطه بتاع عشان نحل مسائل، اشتغل في اللي بقول عليه ده احسن يعني. القوانين ديت دي مبسطه للشغل عشان انا اشرح فيها بالتفصيل ايه عشان اعرف المسائل ده يعني. فالايسلز بيساوي الاي دي تي، بعوض عليه بالبيك العدد دي على تو دايركشن في 365 في جروس فاكتور في نسبه الشاحنات اللي هي التي. زي ما بقول لك خلي قانون واحد ايه ينفع للتراك فاكتور وينفع للال اي اف الاثنين مع بعض، فهو ده القانون اللي هشتغل بيه. وبعد كده المعامل اللي كان اسمه اف دي سميناه ال اف، هو نفسه هو اللي هو اللين فاكتور، هو كان يا اما بنص يا اما ب 45% يا اما ب 14.
التريك فاكتور، يبقى ده القانون اللي هنشتغل بيه يا جماعه. التريك فاكتور قلنا بنحسبه قال لك عند التصميم بين لو في عربيات ملاكي قال لك نسبتها مثلا 50% او اي نسبه من التوتال فيكل، فبنهمل قال لك الباسنجر بالكار، لان دايما بنصمم على التراكس بس، يعني التراكس بتديك اكتر تاثير على احمال مواجهه الطريق. طب لو وان بين في الامتحان قال لك الاي دي تي، ده الاي دي تي اللي هو الحجم الموجي اليومي الاتجاه على الدايركشن، على وان دايركشن، قال لك القانون ده متصمم على الاتجاهين رايح جاي مع بعض، قال لك لازم نضرب القيمه دي في فين؟ في 2. معامل النمو قلنا بواحد زائد ار اس ان ناقص واحد على ار، والار معدل النمو قلنا لو بزيرو مفيش نمو، يبقى قلنا الجي معامل النمو قلنا ناخده بكام؟ بالان. يا باشمهندس ايوه، هو لو مديني الاتجاه واحد فقط وضربته في 2 اللي هو الاي دي دي دوت كده وضربته في 2، بعد كده انا هرجع اضرب في النسبه بتاعت ال اف دي، ماشي. ما بقول هيطيروا مع بعض لو ده يعني لو حارتين يبقى نفس الكلام، ما هيطيروا مع لا بعض لا يعني. لا، مش مرتبطه. اللين فاكتور ده زي ما انا بقول لك، لو عند الطريق حارتين يعني حاره يمين وحاره شمال، اللين فاكتور بنص، لو اربعه يعني اتنين يمين واتنين بس شمال وصلت. تمام مختلفه يعني. وصلت. عشان كده بقول لك تمام هي ما كانتش القانون اللي احنا كنا شغالين زي بتاع المحاضره، ما كانتش واضحه ايوه كتير. تمام، عشان يعني لو بقت 45% او انا حالا، انا عشان كده بقول لك القوانين اللي هو احنا قلناه من شويه دي بقى خلاص اشتغل عليه، لان انا موضح فيه كل عنصر بالتفصيل احسن. يعني انا تمام شرحتها مرتين عشان خاطر ايه الموضوع، بس ايه ان انا عارف الموضوع يعني ايه محتاج تطبيق كتير، فانا هنطبق عليه كذا مثال دلوقتي. فقال لك تمام نسبه ايه نسبة الشاحنة دي بس؟ نسبه الشاحنات دي، حاجه اقول لك مثلا ايه، الطريق فيه 1000 عربيه منهم ملاكي واتوبيس وباص، نسبه الشاحنات من ال1000 ده هم 20% تراكس، يبقى 80% العربيات الملاكي ما لهمش لازمه، يبقى انا هصمم على 20% بس التراكس، لان الملاكي ما لهوش تاثير على الاسفلت خفيف، فاهمني؟ هديك مثال بالارقام، حالا هنشوف مثال بالارقام. طب لو اديني دلوقتي، لو جاني في المساله وكان قايل لي الاي تي تي ده كذا تراك على اليوم على الدايركشن، هو القاعده العامه اللي انا اعوض بالفيكل بالعربيات وبعد كده اضرب في نسبه الشاحنات، قال لك لو اداك الاي دي تي ده اللي هو كذا تراك على اليوم على الدو دايركشن، يبقى اذا مفيش نسبه شاحنات بقى، انت اصلا معوض هنا بالشاحنات خلاص. قال لك في الحاله دي بعوض عن التيب كام؟ يعني متعوض عن الاي دي تي بالقيمه دي عادي، وتعوض عن التيب كام؟ بواحد. دي لو كان قايل لي التمييز بتاع الاي دي تي التراك على اليوم على الدو دايركشن، يبقى اذا التيب كام؟ بواحد. قال لك دلوقتي التراك فاكتور ده، قال لك عشان تحسب التراك فاكتور اللي جوه المعادله ديت اللي هو ده اهو، قال لك ليه ثلاث حالات، لا اما يكون عندي في المساله عربيه واحده زي ما احنا قلنا اول سيكشن، عربيه واحده يبقى هنمسك كل العربيات نشوف العربيه دي لو محور سنجل ودي تنضم ودي تنضم، المحور ده بيخش على بحمل المحور بنخش على الجداول طلع ال اي اف 1، طبعا الاستراكشر نمبر والبي تي ده المفروض الجدول ده معتمد على استراكشر نمبر 5 والبي تي اللي هو الفرق بين المخدوميه اللي هو 2.5، الجدول اللي احنا شفناه في الاول ده. فطبعا مش مكتوبين عندك، فايه بنعتمد الجدول ايه؟ ما بنستخدموش في الحسابات يعني. هو الجدول متصمم على اس ان ب 5 والبي تي الفرق المخدوميه ب 2.5. فالمهم بتخش يعني انت بالحمل والمحور بيطلع ايه؟ ال اف 1، تخش بحمل المحور والنوع تنضم تطلع ال اف 2، لو شاحنه واحده بس لو في ثلاثه تنضم تخش تطلع المعامل. اذا التراك فاكتور للعربيه الواحده لو تريلا واحده، انا بتكلم طبعا دي مش هيحصل في الطبيعه، اللي هو عباره عن مجموعه ثلاث ايه؟ معاملات. التراك فاكتور بيساوي مجموعه. طيب ممكن يجي لك في الامتحان التراك فاكتور معلوم كم يدوا لك نقط. فلو جينا بقى مساله ثانيه، لو قال لي لو كان قاعد نوعين او ثلاثه من مركبات النقل مش مركبه واحده زي دي، نجيب التراك فاكتور ازاي؟ طبعا هتعمل نفس الكلام، هيبقى التراك فاكتور بيساوي التراك فاكتور للعربيه الاولى، العربيه الاولى اللي انت هو هتحسبه لما انت حسبت هنا بالظبط العربيه واحده، يبقى دي التراك فاكتور للعربيه الواحده اللي انت تعمل نفس اللي انت عملته ده. لان يعني العربيه عربيات نقل مختلفه، كل عربيه لها احمال مختلفه، فتمسك العربيه الاولى وتجيب التراك فاكتور زي ما انت عملت في الخطوه الاولى دي، وتقوم ضارب في نسبه الشاحنه الاولى النوع اللي هو الاولاني ده زائد التراك فاكتور العربيه التريلا الثانيه، تقوم عاملها نفس الشغل دهوت، وتضطر تعمل السمشن، تجيب التراك فاكتور 2 اضرب في نسبة الشاحنات وهكذا زائد النوع الثالث، التراك فاكتور 3 في نسبة ايه؟ الشاحنات ايه؟ في 3.
على مجموع النسب دي في حالة لو في شاحنتين أو ثلاثة. طيب لو في نوع آخر حاجة بقى، لو عندي هناك عينة كبيرة من الشاحنات 1000 شاحنة، هقعد أعمل الكلام ده 1000 مرة؟ قال لك لا، في قانون مبسط اهوت، قال لك التريك فاكتور بيساوي عدد الاكس اللي فينا رمز اكس المنسي، عدد الاكسات في المعامل على عدد العينات هو عدد الشاحنات. كمثال لو انا عندي مثلا 700 شاحنه ماشيين على الطريق، قال لك في 400 سنجل، يعني المحاور بتاعتهم سنجل، فسنجل هتخش طبعا المحاور كلها سنجل، هتخش بالحمل بتاع الشاحنه اللي هي السنجل ديت، تخش تجيب الايه سمشن ال اي اف، ممكن يطلع ايه مجموع رقمين او ثلاثه اللي هو ال اف واحد، تخش بحمل الشاحنه الثانيه، حمل الشاحنه الثانيه اللي هي معلوم برضه، والنوع المحور هو تطلع المعامل ده، عايز تجيب الكراك فاكتور وتقوم ضارب بقى العدد، عدد الشاحنات تمام 400 في المعامل، او عدد الاجسام الموجوده بتاعت الشاحنات 400 في المعامل زائد 200 في المعامل ده زائد 100 في المعامل على مجموع العينه اللي هي 700. فدي لو حاله لو اديك 1000 شاحنه. معلش برضه بيقول لك التعريف بتاع ال اي اف ده لو عايز اعرفه، هو عباره عن النسبه بين الدمج الناتج من محور معين على طبقات الرصف، والدمج الناتج من محور قياسي على طبقات الرصف، عشان لو عايزين ايه نعرفه. اللي انا قلته من شويه ده عايزين طبعا مش هيجي لي في الامتحان ولا دليله واحده ولا اثنين ولا ثلاثه. هيجي لي اللي هي فاكتور بمجموعه ايه؟ فدي اللي دايما مهم معايا في المسائل. فهيجي سؤال اهو عايزين نطبق فيه، بيقول لك احسب التراك فاكتور فور اسمبل اوف 1000 شاحنه. مديك نوع المحاور سنجل وهي تنضم، ومديك بالنسبه للسنجل في نوعين، في حمل محور السنجل دي في ما يمشي على الطريق، في 8000 الحمل بتاع المحور السنجل 8000، وعدد الاكسات اللي ماشيه على الطريق 130، وفي برضه 14000 حمل المحور وعدد الاكسات 52، وفي نوع تنضم 40000 وعدد الاكسات 14، و56000 وعدد الاكسات 8. بنخش طبعا على الجدول اللي احنا قلناه من شويه اللي هو بتاع حمل المحور ونوع الاكس، القيمتين دول هتلاقي المعامل ده بنجيبه من الجدول اللي احنا كنا جايبينه من الاول ده اللي هو ده. المشكله هنطلع ده ونطلع ده ونطلع ده ونطلع ده، عايزين بعد كده طبعا القانون العام بيقول لك ايه، مجموع نمبر اوف اكس في ال اف على عدد الشاحنات على عدد العين، نضرب طبعا الرقم ده في الرقم ده يدينا ده، الرقم ده في الرقم ده يدينا ده، ده في ده يدينا ده، بعد كده اجيب سميشن التوتال هيطلع 111.46 على 1000، يطلع بواحد علامه و114 من 1000. دي التريك فاكتور، طبعا مش هيجي لي في الامتحان يقول لي احسب التريك فاكتور بس، انا بستخدمه دايما جوه مساله الايه؟ الايسنس. المساله انا يا باشمهندس، انا لو عندي شاحنه واحده بس، ومفروض انها عندها مثلا في الاول كده سنجل اكس بعدين دول اكس، فالمفروض ان انا اخش اجيب ال اي اف الاولانيه بعدين ال اي اف للدول اكس بعدين اجمعهم، خلاص ده ال اي اف اللي هخش بيه في المساله. احنا عملنا هنا لكن لو انا عندي عدد ان مثلا من الشاحنات، هل اجيب انا العدد النهائي اللي هو المجموع ده بعدين اضربه في عدد الشاحنات، ولا ايه بالظبط اللي احنا عملناه دلوقتي؟ يعني عشان انا شايف القانون هنا مكتوب عليه مقسوما على نمبر اوف تراك، بس احنا هنا ما قسمناش على عدده. لا مش عدده، بنقسم على عدد الشاحنات نفسها، العدد عدد الشاحنات. يعني هو كان معطى ان عدد الشاحنات ب 1000؟ اي اهو عدد الشاحنات ب 1000 فوق العينه، عينه الشاحنات اللي نمرت 1000 شاحنه. بص المثال زي نفس الكلام برضه، بقول لك احسب التراك فاكتور على عدد شاحنات 1000 تمام؟ اهو نفس الفي نفس المثال اهو، بقى مديك الحمل بتاع المحور ومديني عدد الاكسات ومديني النوع، فبقى اخش على الجدول بتاع التيبل بالده والده والنوع سنجل، اجيب المعامل ده اقوم ضارب ده في ده، دي معلوم. هو بس يا باشمهندس ايه عدد الاكسات دي؟ انا مش فاهم بس يعني الريتم ده ايه؟ يعني عدد الاكسات يا باشمهندس اللي حملها 24، يعني عدد الاكسات اللي حملها 24 طن 24 باوند، فاهمني؟ يعني عدد الاكسات، مش انت في اكسات بتمشي كتير، يعني التريلا نفسها جواها اكسات سنجل واكسات تندم وتريدم، صح؟ التريلا الواحده، فبدل ما هو يتعبك ويقول لك امسك كل تريلا
وتحلها لوحده مستقله. لا هو قال لك الاكسات اللي سنجل في التغيرات الموجوده كلها عددهم 10، اللي وزنها كام؟ 24، اللي هي 24000 يعني حملهم مختلف عن بعض علشان كده. 24000 ده 24000 جرام، تمام 24000 تمام وصلت. وده عدد الاكسات اللي هي سنجل اللي حملها 22000 عددها 20. واصله كده؟ كلهم كلهم نفس الحمل بس. تمام وصلت. لا الحمل مختلف عشان كده بخش اجيب معامل تقسيم مختلف. عشان كده بعد كده بقول لك المساله، بص يا جماعه دي المفروض كان دي تحتها كده يعني الجدول تحت بعضه. انا ده ثم ده، انا بقى حسبت ده وحسبت ده، بضرب ده في ده يجيب ده، ده في ده يجيب ده، وبعدين نفس الكلام بقيه المساله اضرب كمان دول في بعض اجيب ده. جيب بقى سميشن للسنجل وسميشن، لان الشاحنه فيها سنجل وفيها تندم. هو مش عايز يتعبك، هو جمع لك السنجل لوحده وجمع لك التندم لوحده للشاحنات كلها، انما الشاحنه الواحده فيها المحورين موجودين، فاهمني؟ بس هو مش هقعد احل بقى كل واحده مستقله لوحدها زي ما عملنا واحده هنا، عملنا ديت هقعد احلها 1000 مره، يعني مش هقعد احل النوع واحد 1000 مره. هو لخص لك صوره ايه في صوره جدول زي ده. فاذا مجموع التقسيم اللي هو اللي انت قلت انت قالوا من شويه اللي هو النمبر اوف اكسل في الاي اف على عدد الايه العينات، هو اللي انا عملته هنا اهوت ده في ده، بس انا فصلتها مرتين السنجل لوحده والتندم لوحده على عدد الشاحنات طلع بكام؟ بواحد علامه 365. فاهم كده؟ فيها مشكلة مش كده؟ تمام مش فهمت. طب نطبق بقى كبرضه، عايزين الموضوع نزداد خبره فيه اكتر يعني وكده. هنحل كمان مسالتين كده مع الموضوع. قال لك في طريق اربع حارات هيتصمم على 20 سنه. الانوال المعدل النمو 5% والاي دي تي 1000 تراك عاديه على الوان دايركشن. قال لك التراك فاكتور ب1.5. ليه يريحك يقول لك التراك فاكتور ده وقت تتعب نفسك وتخش نعمله زي ما احنا حسبنا هنا؟ لا هو حسبه طلع مثلا بكام؟ ب1.5. قال لك احسب الاي سيلز اللي هو الاحمال المكافئه. الاي سيلز بيساوي الاي دي تي في 365 في الجوز فاكتور في نسبه الشاحنات في معامل الحاره. خلاص اشتغل بالقانون ده افضل بقى. التراك فاكتور تمام. قال لك دلوقتي الشاحنات مدالك 1000 شاحنه على الاتجاه، فطالما على الاتجاه يبقى اضرب في كام؟ يعني هنا القانون ده مضروب في الاتجاهين، يبقى اضرب اللي هي ال 1000 في كام؟ في 2 يبقى 2000. وطالما ايه اللي معطى الاي دي تي بالتراك، يبقى اذا نسبه الشاحنات نسبه الاي دي تي بكام؟ نقعد عليها بكام؟ بواحد. وايه اللي الطريق بتاعها اربع حارات، يعني معناه 2 يمين و2 شمال، يبقى اللين فاكتور بكام من الجدول؟ الطريق بتاعها اربع حارات يعني اللين فاكتور ب 45%. معامل النمو اللي هو عباره عن 1 زائد 5% اس 20 ناقص 1 على 5% هيطلع بقيمه تعوض عليها هنا، يبقى اذا 2000 في 365 في الجي كوس فاكتور في اللين فاكتور في التراك فاكتور يطلع الحل المكافئ للكلام ده كله 16.3 في 10 6 محور قياسي. دايما يا جماعه بنحطه في صوره 10 اس 6، لازم المساله تطلع معاك حاجه في 10 اس 6 عشان تعرف انت شغال صح. طيب قال لك بعد لو فكره ثانيه، لو الاي دي تي بتاع الطريق ب 500 شاحنه على العاديه على الليل، احسب الاي سيلز ل 20 سنه والتاريخ فاكتور معلوم ب 2، مش محتاج اعمله هو حسبه لي. قال لك معامل النور ب 2. قال لك في حاله لو انا مديك في الامتحان التراك عاديه على الليل الاثنين دول مع بعض، تمام لو على الليل معلومه، قال لك في الحاله ديت القانون يتعدل شكله للصوره دي، لان دلوقتي يعتبر معطى بالظبط الاي دي تي في نسبه الشاحنات اللي هي بواحد في اللين فاكتور. قال لك في الحاله دي لو مديك على اللين، لو مديك القيمه على اللين يبقى اللين فاكتور معلوم، مفيش بقى لين فاكتور، ما هو مديك القيمه على اللين يبقى اللين فاكتور بكام؟ بواحد. يبقى اصبح ال 500 دي عباره عن ايه؟ الاي دي تي في التي في اللين فاكتور. يبقى شيل دول من القانون خالص، يبقى دول اصبحوا بكام؟ يعني لين فاكتور ب 500 بواحد. يبقى اذا اكن الترم المعدل اتشال منه ليه؟ كل ده اصبح بكام؟ ب 500. نضرب 365 في معامل النمو في التراك فاكتور ب 2 اصبح اللي بس خلي بالك اللي طالما ادينا قيمه على اللين يبقى اللين فاكتور بايه؟ بواحد. هيطلع ب 8.87.6 محور قياسي. المساله دي يا جماعه شبه المساله اللي عندك في الشيت اللي هي المساله الاولى. نفس تقريبا نفس الارقام يعني. ف
فنقول الفكره بتاعتنا برضه مش فيها اختلاف خالص، هو يبقى من الشيت الاولاني قال لك احسب الايسلز لطريق 8 حرارات. طبعا طريق 8 حرارات يبقى خلاص 8 حرارات يعني ايه؟ يعني المين فاكتور هيبقى 4 من 10، بقول لك 6 حرارات او اكتر كده، يبقى ايه 4 كل اتجاه، يبقى ليه المين فاكتور 4 من 10. وقال لك الاي دي تي التوتال بوز دايركشن ب 1000 12000 عربيه على اليوم على التو دايركشن. بقى اقعد في القانون بقعد 12000 مفيش مشكله. قايل لي بقى التركيب الموجود ده عباره عن ايه بقى؟ قال لك 50% باسنجر كار، وزن الباسنجر كار 1000 بقى 1000 ايه؟ 1000 رطل على المحور، محور واحد ب 1000. وقال لك في 32% من المحاور وزنهم 6000 باوند للاكسل الواحد، شاحنات نفحه سنجل يونت تراك. وعدد الاكسات عددهم كام؟ اثنين. في اثنين عدد الاكسات اثنين، ونسبته من الرحلات كلها كام؟ 32%. وعدد الاكسات ثلاثه سنجل يونت بس وزنهم 10000، هو نفس السنجل بس هنا واحد 6000 واحد 10000. نسبتهم كام؟ 15%. طبعا مجموع الثلاثه لازم يبقى 100%. اول حاجه الملاك 50% ايه؟ يتم اهمال الملاك لان الوزن المحاور صغير جدا ولا تمثل مشاكل للرصد بالنسبه لمركبات النقل. هنمسك بعد كده اللي هو المحور الثاني اللي هو التراكس، في عدد 2 اكس سنجل يونت ب 6000. هنخش على الجدول بتاعنا، طبعا قلنا السكشن نمبر والبي تي دي نص وخمس، ده مش محتاجينها دايما في الجدول بتاع التيبل. بخش على طول ب 6000، هتحمل ب 6000 والنوع سنجل، افك مع راسي هلاقي. طبعا بصوا يا جماعه اللي هو الاي اف قال لك ممكن ليه رمز ثاني اسمه الاي اي ال اف، تمام، اللي هو الايه؟ الايكوفيلنت اكس لود فاكتور او ال اي اف، هو نفس الايه؟ نفس الايه؟ ال اي اف اللي كنا بنتكلم عليه. فطبعا عندك عربيه دلوقتي محورين، محورين، هتخش بال 6000 تطلع المعامل دوت، وعندك بتكرر مرتين يعني في اكسين، يبقى ايه؟ المفروض تجمعه مرتين، يبقى التراك فاكتور بيساوي سمشن ال اي اف، او هو نفس الرمز ده بالظبط لانه عربيتين، هيطلع ب 2 من 100. العربية الثالثة 3% التراك فاكتور كده كده ثلاث عربيات اكس بتاعها ب 10000، هنخش ال 10000 هنطلع المعامل الاولاني اللي هو بيطلع هيطلع من عند 10000 والسنجل هيطلع علامة 0877 طبعا بالسبمشن لانه بيتكرر ثلاث مرات يبقى ايه تضرب في ثلاثة، هيطلع ب 26%. اذا التراك فاكتور ده عندك دلوقتي زي ما احنا قلنا بيساوي التراك فاكتور العربية الأولى في نسبتها دي، هنا مفيش علامه يا جماعه، هنا في 30% على طول نسبه العربيات اللي هي 6000 باوند 32%، دي 32% مفيش علامه، زائد التراك فاكتور ده في النسبه اللي هي 18% النوع اللي هو 10000 وزن 10000 على مجموع النسبتين اللي هم 50% او 5 من 10 هيطلع علامه 1177. الجروس فاكتور هنحسبه عن طريق 4% وعمر الانفراد ب 20. اذا الاي سيلز بتساوي الاي دي تي اللي هو ايه؟ عدد كام عربيه على اليوم على كده رينج اللي هو 12000 في 365 في الجروس فاكتور، واضرب هنا في نسبه الشاحنات، انا عندي 50% ملاكي والباقي 50%، يبقى انا نضرب في كام؟ 5 من 10 اللي هو نسبه الشاحن. عشان كده هنا بعوض بقول لك ديك على اليوم على التو دايركشن اللي هو 12000 اللي كان موقع. دي زي المساله بتاع الشيت يا جماعه، المساله الاولى في الشيت هضرب هنا في نص بس يا باشمهندس، الفرد اللي هو فرده اللي هو الاسيوم اللي في الصفحه اللي قبلها ده كان بتاع ايه؟ ده انا الصفحه اللي قبلها فيه ده اسيوم، ده انا بقول لك الجداول اللي احنا اللي عندنا في جداول اصلا في حوالي 7 جداول، ازاي تخش تجيب الحمل ونوع المحور وتجيب الايه الاي اف اللي هو معامل التحويل ده. بس احنا دلوقتي واخدين الدكتوره شغاله على منحنى على جدول واحد اللي هو جدول بيكون فيه الاستكشن نمبر بخمسه، والبي تي اللي هو الفرق بالمخدوميه بين المخدوميه النهائيه والانتقاليه للطريق 2.5. هو الجدول ده في القيمتين دول يعني، وفي جداول ثانيه اصلا بس احنا شغالين على ايه؟ فاضيين اللي هم القيمتين ستراكشر نمبر بالقيمه دي والقيمه دي، فاهمني؟ يعني في الغالب في الامتحان هو يجي لك كيبل واحده، كيبل واحده بس. بس هو عامه في الطبيعه في كذا جدول حسب الاس ان مختلفه والبي تي مختلفه. فاهمني؟ تمام. وصلت يا باشمهندس. فانا مش عايز اذكر الصدر ده مفيش مشكله. بعد كده كله يتعوض اهوت اللين فاكتور قلنا ب 4 من 10 لان هو كان طريق 8 حرارات، يبقى 4 كل اتجاه اللين فاكتور من حافظينه بكام؟
طالما زاد عن 6 من 6 حلقات يبقى ايه؟ ب 4 من 10. التراك فاكتور انا حاسبه اهوت، يبقى التراك فاكتور عرفنا ازاي نحسبه. لو عندي اكثر من شاحنه تمام، طبعا ده احنا كنا مخلصين حالات التراك فاكتور ازاي اتحسب بثلاث طرق، لو شاحنه واحده، لو شاحنتين، لو مجموعه شاحنات ازاي نحسبها. فالايسز هيطلع 3.7% في 10 اس 6 محور كويس. اذا الوزن المكافئ الوزن الكلي عباره عن 3.7% في 10 اس 6 محور قياسي، دي يعني حولت كل حاجه واحده مش العمليه مشكله معاك كده ايه، دي الحين المكتب لما اجي اعمل بقى كل جرى تصميم الطبقات اصمم استخدم نقطه التصميم، بس بستخدم دايما الرقم اللي هو قدام المليون، يعني باخد الرقم ده بس اللي استخدمه في التصميم، والباقي ده اللي اتشارت بيه مطلوب في 10 اس 6. طب المساله الثانيه في الشيت، عندك في الشيت مساله ثانيه كان فكره برضه، قال لك ومديني بقى في المساله دي يا باشمهندس لو انك جيت تبص لها هتلاقيني بقول لك ايه، يعني دي شبه المساله رقم 2 في الشيت عندك بس مش هي. اقول لك ايه الفرق بين الاثنين وبعض، قال لك دلوقتي خلال عمر بدايه الخدمه كان طريق حارتين، طبعا طريق حارتين يبقى الان فاكتور ده نص. اول حاجه الطريق قال لك اكسبكتد تو اكوميت ديت اللي هو بيستوعب نمبر اوف التراكس بيستقبل مجموعه شاحنات زي ما هي واضحه في الجدول. الشاحنات دي قال لك معامل النمو 4% واحسب الاي سيلز ل 20 سنه. بس دي بس الملخصه يا جماعه، المساله شبه الشيت اللي عندك في رقم 2، بيديني انواع الشاحنات نوعها مثلا سنجل فور تاير، اثنين سنجلز ست تاير، بعد كده تراكتور، يعني انواع الشاحنات المختلفه بيديني بعد كده عددها، يعني كل نوع العدد بتاعه كام في المية، كام التوتال بتاعه كام في خلال السنه لكل نوع تمام. والتراك فاكتور ده المفروض انا بخش على اساس نوع الشاحنه نفسها، بجيب انا التراك فاكتور ايه؟ التراك فاكتور ده تمام. طيب انا عندي بان دلوقتي عندي ده معلوم وعندي ده معلوم، وانا اللي بحسب التراك فاكتور على اساس ايه؟ كل نوع من ده ليه تراك فاكتور ايه مختلف. طيب عدد الشاحنات ديت دي مقصود بقى يا جماعه عدد الشاحنات خلال السنه كلها، يعني دي معناها ايه يا جماعه؟ لما اجي اشيل القانون بقى بتاع القانون، يبقى دي عباره عن كاني بشيل الترم اللي هو الاي دي تي 365 في التي نسبه الشاحنات، طبعا طالما قال لي شاحنات يبقى اكيد بواحد، يبقى اذا الترم ده هو يا باشمهندس اللي هو الاي سيلز هيساوي عدد الشاحنات في التراك فاكتور تمام. يبقى ايه القانون يا جماعه زي ما احنا قلنا كلامين من شويه اهوت، قايل لك الاي سيلز اللي قانون تاني عشان كده مديني الشحنات يا باشمهندس عشان اشوف الطن بيتغير في المنظر ده. فهنا هنضرب عدد الشاحنات في التراك فاكتور كله وكل نوع، يعني ده في ده سميشن زائد ده زائد ده زائد ده في ده زائد ده في ده، دي عباره عن اي تي في 365 في التراك فاكتور في نسبه الشحنات في التراك فاكتور. لما اضرب الرقمين دول اجينا بالظبط طريقه من المعادله ده وده ونسبه الشحنات والتراك فاكتور، ما اضرب ده في ده، ايه اللي فاضل لك في المعادله ما قلناهوش؟ يبقى اذا الاي سيلز بتساوي القيمه دي في القيمه دي زائد القيمه دي في القيمه دي، القيمه دي زائد القيمه دي في القيمه دي، القيمه دي في القيمه دي زائد القيمه دي في القيمه دي زائد القيمه دي في القيمه دي، يطلع السمشن. يبقى سمشن الشاحنات في التراك فاكتور المفروض يتضرب في اللين فاكتور، اللين فاكتور بكام؟ بنص. فدي القيس زي ما بحسبها في الوقت الحالي، لو انا عايزها في المستقبل. امال ايه يا باشمهندس القانون اللي كنت بتقول عليه من شويه، الدف ده زائد الدف ده على مجموع ال ده لما اجي احسب التراك فاكتور؟ ما انا معايا تراك فاكتور مختلف اهو، انا عايز اجيب التراك فاكتور. انا بقول لك التراك فاكتور ده، بص بس انا بتكلم على الاي سيلز، الاي سيلز نفسه القانون بتاعه لو انا مديني بقى مديك الامتحان عدد الشاحنات، او في مساله الشيت عندك مش مديك عدد الشاحنات بقى، مديك نسبه مئويه، مديك عدد الاي دي تي التوتال معلوم، ومديك قال لك النوع ده نسبته مثلا ايه 10%، فده تقوم ايه عشان يبقى زي المساله اللي عندنا في الشيت، بنقوم عاملين ايه؟ ضاربين العدد التوتال الاي دي تي اللي موجود عندك في المساله في نسبة كل واحدة، تجيب انت الارقام دي، فيها مشكلة؟ شبه زي بتاع الشيت بالظبط. فانت في الشيت مش بيديك قيم ديت، مش بيديك نسبة التراك، بيديك نسب مئوية، ومديك التوتال اي دي تي. يبقى الاي دي تي تقوم ضاربه في نسبة ده تجيب القيمة دي، في نسبة ده تجيب القيمة دي،
يعدده في نسب المئويه يجيب الكلام ده. فاذا اصبحت زي المساله دي بالظبط. التراك فاكتور ده بنجيبه ازاي؟ زي ما انا بقول لك المفروض بيجي حسب نوع، حسب كل نوع التراك نفسها زي ما احنا قلنا بيجي بحسب عدد الاكسات والمحاور وكلام من ده. فممكن يديك لك معلوم لكل نوع شاحنه، او انا بحسبه من الجداول اللي موجوده عندي في المحاضره. هتلاقي عندك في المحاضره جداول خاصه بالايه، ازاي تحسب عدد الاكسات والايه والتاير مع بعض. فبالتراك فاكتور ايه، نفترض ان انا ايه خلاص جبته، عايز اجيب الايسلز، اضرب كل واحد يبقى في قانون تاني للايسلز. لو في حاله المساله جايه لي بالمنظر ده، لو دي حاله خاصه يا جماعه، حاله خاصه، يبقى بيساوي عدد الشاحنات في التراك فاكتور لكل واحده السبمشن في اللين فاكتور اللي هو نص. في طبعا انت بتحسب هنا ايه على مرتين، جبت الكرنت وبعد كده ضربت ايه في الجروس فاكتور عشان اجيب في الفيوتشر. احنا كده كده على طول بنشتغل فيوتشر على طول، المفروض اضرب في اللين فاكتور في الجروس فاكتور. الجروس فاكتور لما تيجي تعوض عليه بكون احنا عارفين هيطلع ب 29.77. اذا الاي سيلز هيطلع ب 9.5% في 10 اس 6. المسافه دي يا جماعه هي شبه بتاع المسافه الثانيه في الشيت، بس الاختلاف زي ما بقول لك تضرب اي دي تي التوتال اللي موجود عندك في المساله في نسب كل نوع هتجيب ده. وانا طبعا كتسهيل في الامتحان، لا اما اديك جداول تحسب التاني فاكتور على طول، او اديك قيم من الارقام دي ايه معلومه معاك. فده حاله خاصه للاي سيلز لو مديك نسبه كل نوع تراك العدد الكلي او نسبه مئويه، دي حاله خاصه. بس دي الحاله، دي الحاله يا جماعه، دي يعتبر الحاله ايه الاشمل. المساله الاولى في الشيت ديت دي الحاله الاوضح اللي هي فيها تطبيق مباشر قانون العرض، يبقى قانون الاي سيلز بتاعنا العادي تطبيق ايه مباشر. انما الحاله الاخيره دي بشيل فيها الترم ده اهو، وفي 365 في نسبة الشاحنات دهيت اللي هي اللي بواحد، التلات كلمات دول بيتشالوا وتحط مكانهم اضرب الشاحنات في نسبة التراك فاكتور، واعمل سبمشن واضرب في اللين فاكتور وفي جروس فاكتور. مفيش بقى 365 ومفيش نسبة شاحنات، كل ده نسبة شاحنات بواحد. القيم دي كلها عبارة عن الاي دي تي في 365 لكنها لعدد الشاحنات خلال السنة، معروفه كده ان عدد الشاحنات الكل كل اللي بيعدي خلال السنه. فاذا مش محتاج اضرب 365 تاني. بعد كده اخر حاجه بقى خلاص، اديني بس اختلاف وحدات وخلاص بقى، انا اللي انا عادل القانون على اساس اختلاف الوحدات دي، المهم ان انا اجيب عدد الشاحنات في خلال السنه. ما انا بقول لك المساله دي بس حاله خاصه لانها موجوده، بقول لك في الشيت التاني عندك، في الشيت عندك انت رقم 2 بس مدالك نسب مئويه للشاحنات كل نوع كم نسبه. خد بقى انت الاي دي تي التوتال اللي معوط عندك، اضرب في نسبه مئويه على طول تجيب القيم دي. القيم دي معناها اكنها مضروبه في 365 اصلا، لان مديك اللي ايه الاي دي تي السنوي، فهتقوم جايب ده. طب انا مش عندي ده، مش موجود في الغالب، لا اما ادولك معطى لا اما اديك جداول تعرف تجيب منه الايه ال اي اف نتيجه الايه الرموز ديت، التاير ونوع الاكس. ما ادتلكش جداول يبقى بديك على طول تراك فاكتور بحيث تضربهم في بعض وايه وتطبق تطبيق مباشر. دي حاله خاصه للاي سيلز. احنا كده قلنا كل الافكار وعدنا الموضوع مرتين وقلنا فكرتين مسالتين موجودين في الشيت. يعني الموضوع بس انا اتكلمت فيه كتير بحيث في الاخر، لان الموضوع ايه يبقى معاكم ايه معاكم في كذا ايه فكره ليه بحيث ايه الموضوع ده سهل يعني. فحد عنده مشكله في حساب الاي سيلز؟ هما حالتين احنا قلناهم بس، يا اما الحاله بتاع المساله الاولى حاله مباشره، او الحاله الثانيه لو ما اديكش شاحنات والتراك فاكتور بتاعها باشكال مختلفه. تمام شلونزين كده؟ تمام يا باشا. انتوا في المحاضره مش تعمقتوا بنفس اللي احنا قلناه، ولا كان الموضوع يعني لا يعتبر نفسه الفرق بس في الافكار؟ بس احنا يعني غطينا كل الافكار بتاع المحاضره، ولا في حاجات اكتر من كده في الكودز دي سيلز؟ لا يعني انا واضح. بص حتى القوانين الاولى بتاعت المحاضره اللي كانت كقوانين عامه، يفضل اشتغل بالقوانين اللي احنا قلتها بعد كده بخط ايدي ديت اللي هي ايه زي اعوض على طول في المساله افضل، يبقى الرموز حتى ايه تبقى ماشيه معاك، يبقى ايه ما انت دايما خد اللي احنا قلناه بخط ايدينا دوت، التلخيص اللي اداني بخط الايد فيه ايه العمليه اوضح يعني. تمام بعد كده تصميم الطبقات، عايز اجيب سمج ثلاث طبقات، ما فاضلش معانا 10 دقايق بس كده ان شاء الله. لو جت لي مساله تجيب حوجه سونج الطبقات البيس والسوب بيس والوينج سيرفيس، لازم انا اكون طبعا اكون عارف الترافيك لود اللي هو الايسز اللي انا حسبته حالا، او يجي لي في الامتحان الايسز معلوم بكذا في 10 اس 6
اللي هو قيمه الحمل اللي بيمشي. طبعا بيكون معلومه عندك الحصائص بتاع الطبقات اللي هي السي بي اي والام اي والمعامل اسمه بعض العناصر زي عناصر الريلابيليتي درجه الثقه والصرف تمام، والخواص بتاع اللي هي بتاع السويل والترافيك لودز تمام. ليه بقى؟ لان بخش على المرحله الاش ثلاث مرات، بخش مره بالخصائص بتاع طبقه البيس الام ار بتاع البيس، الام ار اللي هو المعامل المبنى الرجوعي بتاع البيس، بطلع حاجه اسمها ستراكشر نمبر من المرحله الاش، بخش بالام ار بتاع السب بيس اطلع الاس ان 2، اخش بالام ار بتاع السب جريد اطلع اس ان 3، وعندي بطبق في ثلاث قوانين دول ثابتين الاس ان 1 اللي انا حسبته لما دخلت بالبيانات بتاعه الام ار بتاع البيس دخلت على منحنى الاشتو هيساوي ايه 1 دي 1 الاي 1 والاي 2 والاي 3 ده معامل او رقم الطبقه معامل لطبقه معامل لقوه الطبقه، والام 2 والام 3 اللي هو تصريف الطبقه بيبقى موقع عندك جهزت تخش على المنحنى الاشتو ثلاث مرات تخش تطلع الاس ان المنحنى الاشتو تطلع اس ان، اخش بالبيس الام ار بتاع البيس اطلع اس ان 1. ازاي نخش عليه؟ قال لي طبعا قبل ما اخش الاول بحتاج حاجه اسمها ريلابيليتي معامل الثقه والستاندرد ديفيجن انحراف المعيار. قال لك طبعا في ارقام مواصفات اهيت لو عندك رصف مرن. وايه الانحراف المعياري ده يا باشمهندس؟ ستاندرد ديفيجن اللي مش دلوقتي الاسفلت ده عباره عن خلطه اسفلتيه، خلطه زي الخرسانه المسلحه خلطه. ايوه. فالخلطه دي لها نسبه انحراف معياري لتصميم الخلطه نفسها. دي تعمل تصميم الخلطه نفسها، ففي معامل انحراف معياري بستخدمه في تصميم الخلطات. ففي درجه ثقه وفي انحراف معياري للتصميم. فدي مواصفات الكود طبعا ايه؟ ما بشغلش بالي بقى لان في الاخر انا لما اجي اصمم طبعا الكود المصري بصمم على اي 95% وستاندرد ديفيجن 45% الا بلاط. ليه بقى؟ لان دلوقتي لما اجي اخش برضه على مرحله الاشتو انا بشتغل بالام ار اللي هي ريزيليانت موديل، اصلا احنا قلنا لو جاي لي عرف الامتحان الريزيليانت موديل هو ده عباره عن حاجه بتقيس الجساءه بتاعت الايه؟ بتاعت الطبقات. ولو ليها علاقه بتربط بينه وبين السي بي ار، السي بي ار لو اقل من 10 او يساوي 10% يساوي مع ال 10% هنا، لو قل او يساوي يبقى الام ار بتساوي 1500 سي بي ار، لو السي بي ار اكبر من 10% هيطلع ب 2555 سي بي ار اس 64%. وقلنا الاي 1 والاي 2 والاي 3 اللي هي معامل الطبقه. في حاجه برضه في المنحنى بتاع الاشتو حاجه اسمها اللي هي الدلتا بي اس اي الفرد بالخدمه، هو عباره عن طرح رقمين اللي هو الخدمه معامل حاله الرصف الابتدائي لما الطالب بيكون لسه جديد بيكون الخدمه بتاعه ايه؟ كويسه. بتبقى حدود 4.5. بعد ما الطالب بيحصل له عيوب ومشاكل بيحصل له حاجه اسمها معامل حاله الرصف بعد التشغيل. دي ممكن يقل يوصل ل 2.5. فالفرق في الخدمه اللي هو الفرق بين البي اي ناقص البي تي. وطبعا بيبقى موقع معاك الامتحان برضه قيم دي. بنخش على منحنى الاشتو بالار. الار مثلا بشوف قيمتها هنا موجوده فين. الستاندرد ديفيجن وراكم كانت ب 99 كمثال توضيحي اللي هو التقيل ده. وكان هنا الستاندرد بنص مثلا. اول على امتداده. الايسلز كان مثلا قيمته ب 2 في 10 اس 6 دي الايسلز. اتوقع دايما بالايه؟ بالقيمه اللي قدام ال 10 اس 6. واصلا ده بده واخد على امتداده جبت النقطه دي. اخش على الام ار ثلاث مرات دي الام ار دي ثلاث مرات. مره بالام ار بتاع البيس اوصل هنا والام ار بتاع البيس واخد على امتداده وامشي واقطع المنحنى دلتا بي اس اي اللي هو نتيجه فرق البي اي ناقص البي تي وانزل ايه؟ وانزل راسي. يعني امشي افقي وانزل راسي واطلع اس ان 1. المره الثانيه النقطه دي ثابته. اخش الام ار بتاع الساب بيس هيكون مثلا موجوده هنا او هنا حسب مسالتي واخد على امتداده وامشي افقي وانزل اطلع اس ان 2. عند الام ار بتاع الساب جريد اقف هنا والام ار بتاع الساب جريد اوصل النقطتين ببعض على امتدادهم يبقى النقطه دي ثابته واتفرج اعملها ثلاث مرات. مره الام ار بتاع البيس واكمل وامشي افق وانزل راس اطلع الاس اي ان بتاع اي 1. الام ار بتاع الساب بيس اوصل النقطه ديت وامشي على امتدادها وامشي افق وانزل اطلع اس ان 2. اعوض على الام ار بتاع الساب جريد اوصل ديت واكمل على امتداده وامشي افق وانزل اطلع اس ان 3. ناخد مثال نطبق فيها. قال لك حدد سمك الطبقات للاي سيلز المساله. هو مديك الاي سيلز حسب وهو طلع ب 20 في 10 اس 6 دايما الاي سيلز دي 10 اس 6 يا جماعه.
ودي ايه 20 الريلاتيفيتي سكيلابيلتي لمعادله السكه ب 95 والاستاندرد ديفيشن ب 35 والفرق بين الخدمه الابتدائي 4 و6 والنهائي 2 ونص يبقى دلتا بي اس اي اللي هو الفرق بين الاثنين دول. واديني مساله هي تديني الطبقه الاولى الاي 1 الاي 1 اللي هو الام ار الطبقه الاولى ب 400000 والاي 1 ب 42% والطبقه دي البيس الاي 2 المعامل مرونه او الام ار هو برضه 40000 باوند على البوصه المربعه والاي 2 للطبقه والام 2 سب بيس اي 3 ب 10000 الاي 3 الام 3 اللي هو معامل تصنيف الميه اللي هو الام ده. فطبقه السب جريد مش بيديك لها الام ار ولا مديك الاي، ما هو الاي هو الام ار بيدينا السي بي ار، قلنا السي بي ار لو اقل من او يساوي 10% اذا الام ار بتساوي 1500 سي بي ار. فاذا هنخش الحل سهل خالص اهوت، هنجيب هنخش بالام ار بتاع الايه؟ البيس ب 40000 ما بنخشش بده الام ار بتاع البيس، نخش على القشط ونطلع مين؟ يعني هتخش يا جماعه بدرجه سكه 95% تبقى مثلا هنا ستاندرد ديفيجن ب 3 من 10 بنقول كام؟ طب كام؟ ستاندرد ديفيجن ب 35% 35% يعني دي 3 من 10 ودي 14 يبقى 35% اوصل ده مع ده وعلى امتداده اوصل بقى بقيمه الايسلز ايسلز ب 20. انا عندي ده يا جماعه 10 الشرطه الكبيره دي ب 20 30 الشرطه الكبيره دي تلاقي كلها يعني دي ممكن لوغاريتمي ممكن تلاقيه ضيق في حته واسع في حته يعني مثلا هنا من 5 ل 10 يبقى الشرطه دي معناها 6 7 8 9 10 اس 6 القيم دي كلها مضروبه في 10 اس 3 اللي هي الام ار تمام. هنفس اللي احنا نفس اللي احنا عملناه في على مع الشكل التقيل ده نعمله في مسالتنا على امتداده ونوصل بال 20 وعلى امتداد النقطه نجيب نقطه هنا ونعمل الام ار ثلاث مرات. مره الام ار بتاعي ب 40 مش هحط 40000 بقى هقعد على الام ار ب 40 اللي هي واصل نقطه ثانيه لو جت هنا مثلا بال 40 واخد عندنا ده وامشي افقي واقطع الدلتا بي اس اي اللي هي بي اي ناقص بي تي وانزل اجيب الاس ان 1 طلعت ب 3.14% سواء بالاي 1 دي 1 نحصل على دي 1 من قريبه بقى نص بوصه اللي هي 7.5 هي بوصه. نخش على الام 4 كانت على الصب بيس بخش بال 10 وليس ال 10000 لان هنا مضروب كله 10 اس 3 هنطلع اس ام 2 اللي هي بتمثل اي 1 دي 1 مفيش ام 1 يا جماعه زائد 2 دي 2 ام 2 هيطلع الدي 2 هي المجهوله لان عندي الاي 2 معلومه والام 2 معلومه هطلع الدي 2. بعد كده بخش على الام ار بتاع السب جريد اللي هي ب 15000 جت منين؟ عند السي بي اي ب 10% يبقى اذا الام ار ب 1500 سي بي ار. نطلع اس ان 3 اللي هي 4 و6 اللي هي بتساوي الثلاث ترمات دول تمام عند كل معلومه الاي 1 معلومه والدي 1 معلومه والدي 2 معلومه والدي 2 معلومه والام 2 معلومه والاي ام 3 معلومه اهي والاي 3 معلومه هنطلع الدي 3 ونقربها لاقرب نص بوصه بس طلعنا طلب قيم يبقى 7.5 كده 5.5 7 بوصه. لو انا بقى دلوقتي المواصفات بتقول لك ايه حسب الايسلز فعلا المفروض سمك الطبقات دي ما تقلش عن القيم دي. فدايما لو سمك الايسلز الحمل بتاعه اكبر من 7 مليون 7 في 10 في 6 قال لك الاسفلت سمك الاسفلت ما تقلش عن 4 بوصه. الطبقه السطحيه اللي فوق اللي هو الاسفلت يا جماعه طبقه الطبقه الاسفلت وطبقه البيس ما تقلش عن 6 بوصه. فاذا لو طلع معاك هنا دي 2 ديت المفروض يعني ايه لو انا هطبق المواصفات المفروض دي ما كانتش بتقل ايه ما تقلش عن مش دي المفروض السب بيس والبيس والسب جريد فالمفروض دي كانت لا تقل عن 6 بوصه. باشمهندس اول مره انا جاي ادخل عشان اجيب الاس ان اس ان 1 بدخل بدخل بالاي 1 والمعطيات اللي فوق بتاع السيرفيس ريلابيلتي ستاندرد ديفيجن ايوه انا فاهم فاهم ده فاهم ده لا وبعد كده الصفحه اللي بعدها طلعت هنا عايز اجيب بعد كده مش عايز تعرف تخش تجيب الاس ان 1 ازاي هتوصل لا انا عايز الصفحه اللي بعدها الصفحه اللي بعدها دي هدخل بال لا اللي في الرقم 33 يا باشمهندس ماشي لما اجي اجيب اس ان 1 هاخد المعطيات بتاعت السيرفس لا اخش بس بالام ار بتاع البيس اما امال الام ار بتاعت السيرفس بعمل بيها ايه بقى؟
لا بص دايما بتخش بده ثم ده ثم ده، ما بتخش بده خالص، دايما تمام بخش عشان اجيب منه اللي شايله فوق دماغه، اللي مين شايل دي شايل ايه فوق دماغه، شايل تمام ايه، شايل مين الديوان، وبخش بالام اي بتاع السب بيز اللي هو ده اهو، يديني اللي من شال فوقه اللي هو ده، زي ده تلاقي المعادله داخل فيها ده اللي 30 انا اهو. كنت عايز اعرفه. تمام او وصل يعني بسطتها بشكل عام، لو دخلت بالام اي بتاع السب جريد يعني برضه يبقى يبقى هيطلع اس من 3 اللي داخل جوه المعادله اللي شايل فوقه كله، يبقى بعدين ما اخش بده يبقى شايل فوقه دي واحد ودي اثنين ودي ثلاثه اللي هي المعادله دي. ايوه تمام فمش هينفع اخش بده لانه مش شايل فوقه حاجه. تمام تمام كده؟ كده تمام دي المواصفات يعني ايه المفروض الايسز، لو 7 مليون فيما فوق المفروض المينيموم للطبقه السطحيه دي 1 ب 4 بوصه ودي 2 ب 6 بوصه، دي ايه دي مواصفات يعني. يعني المفروض دي هنا كنا احنا شغالين صح، كان المفروض دي ايه اللي هي تقل عن 6 بوصه، كنت خليتها 6 بوصه يبقى دي 2 كنت ممكن اعدلها بقى تبقى 6 بوصه، واخش هنا اعوض ب 6 بوصه ممكن تلاقي دي زادت 7 وشويه لو انا اطبق بقى المواصفات دي، فاهمني؟ يعني المفروض دي 2 لا تقل عن، فانت خليها 6 بوصه مينيموم 6 بوصه، وخد دخل هنا عوض عن دي 2 ب 6 ودي 1 ب 7 ونص، هتلاقي دي 3 ممكن تطلع 7 وش 7 و3 مثلا، يبقى خليها 7 وايه ونص مينيموم ايه 7 ونص لو انت هتطبق المواصفات دي. حد عنده مشكله يا جماعه في حساب الايسز؟ احنا قلنا افكار فيها كتير، لان عشان يبقى خاطر ايه يبقى انت فاهم الدنيا كلها فيها، وما تيجي تطبق في الشيت هتلاقي المساله الاولى زي اللي احنا قلناها، المساله الثانيه احنا ادينا ارقام التاكس على طول، هو مديني نسب مئويه فهضرب الاي دي تي بنسبه كل واحد بحيث تجيب النمبر اوف تراكس، ونجيب التراك فاكتور بالجداول المعطاه في الايه في المحاضره. تمام؟ لو مش معطاه جداول في الامتحان المفروض يديك التراك فاكتور لكل ايه لكل نوع، بحيث تضربهم في بعض وتقسم بعد كده ايه زي ما احنا عملنا بايه الشغل بتاعنا. دي بالنسبه للفوليومتريك خدناه النهارده، دي مسالته مهمه، والتصميم الايسلز ممكن تجي لك مساله حساب الايسلز لوحدها، ويجي لك بعد كده مساله ديزاين سمك الطبقات لو هتنزل اللي احنا قلناها الاخيره دي، او يقول لك احسب الايزنز بعد ما تحسبه خده ويخش حل مساله التصميم اللي هي الاخيره دي، كان يعني دي كان ممكن الايزنز يديك مساله قبل كده تحلها، وبعد ما تحلها تخش يجيب انت القيمه دي، بس القيمه دي انت المفروض تاجلها، خلي بالك لازم تطلع لك حاجه في 10 او 6 وتخش بعد كده تصمم مساله التصميم دي. بالنسبه للميدتيرم يا جماعه كان في بس الاول سؤال في النظري المفروض كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك من اهم الحاجات اللي بتاثر في تصميم الطريق، وكان في اختيارات كده السبيد والدرجه المنحنى وكذا حاجه ثانيه كده. فالاجابه الصح اللي هي سرعه السرعه بتاع الهاي واي هي الايه؟ هي اللي ايه العامل الرئيسي يعني. في برضه سؤال ثاني كان برضه اللي هو بيقول لك ايه؟ المنحنى الراسي عباره عن بارابولا. المنحنى عباره عن قطع مكافئ بارابولا، تمام؟ فدي برضه ايه اللي هو المنحنى الراسي عباره عن مش دايره او كده، لا عباره عن نص دايره منحنى ايه قطع مكافئ. فكان اول اختيار ايه هو الصح. بعد كده في المساله اللي هي بتاع المنحنى الافقي كان مديك كده ايه مديك منحنى افقي وكان في جزء منه في بابوس كده. برضه يا باشمهندس كان في سؤال نظري تاني اللي هو بتاع الجريد ولا مش عارف ايه كده، ميول وكلها بتدي نفس معنى الميول، هيبقى اللي هو هيبقى قول ذا باف. هتبقى جريدينت. ايه الفرق بقى؟ ما احنا مش عارفين ايه الفرق. لما بقول لك هو الامتحان مش قدام قوي، بس هي الاجابه بتاعه دلوقتي انت لو معاك السؤال قول لي السؤال كده. هقول لك السؤال اهو ثواني. طب على ما انت تجيب السؤال ده انا هقول بس المساله اللي بعدها على ما انت تجيب. تمام ماشي. المنحنى الافقي كان مديك جزء، الفكره بتاعه عشان ايه الدكتور بكده احنا بنحل الامتحان معاكم كفكره بس. دلوقتي السؤال الثاني كان مديك منحنى افقي موجود في بركه، تمام؟ في جزء منه موجود في بركه. في مكان مديك ايه ما انتش عارف تجيب ولا نصف القطر، الزاويه المركزيه اللي الديفكشن انجل كنت اللي فوق دي كنت تجيبها ازاي؟ كان مديك مثلث كده في زاويتين معلومين في القاعده تحت، فممكن تقول ايه المثلث ده 180 ناقص مجموع الزاويتين دول تجيب الزاويه الايه؟ اللي هي الثالثه بتاع المثلث. طبعا الزاويه دي كانت مجاوره للديفليكشن انجل، تجيب الديفليكشن انجل اللي هي عباره عن اللي هي عباره عن صوتك يا باشمهندس فين؟ صوتك بيقطع يا باشمهندس. لا معاكم يا شباب.
فبقول لك المزايا بتاع المحور الافقي كان مديك جزء كده، جزء من المنحنى، ما المساله قدامكم يعني لو معاكم هتلاقي جزء كان ايه موجود في الايه في الترعه. فانا مشكلتي مش عارف اجيب الديفليكشن انجل، الديفليكشن انجل عندهم فوق مثلث، فمديك قاعدتين بتوع الزاويتين بال 180 اجيب الزاويه اللي بتاع الراس اللي فوق، تمام كده؟ انا عايز اجيب الديفليكشن انجل، زاويه الراس اللي جبتها ديت جنب الديفليكشن انجل، مجموع الزاويتين دول 180، يبقى 180 ناقص زاويه الراس اللي انا جبتها من المثلث ده اجيب الديفليكشن انجل، خلاص؟ هنا زاويه مستقيمه 180 يساوي مجموع الزاويه المجاوره لها. الديفليكشن انجل اللي هي اللي بره، الزاويه اللي بره خالص، تمام؟ هنعرف نجيبها. بعد كده عندك طول المماس مش عارف اجيبه، اللي هو كان ضلع على الشمال، صح؟ اللي هو كان ضلع اللي موجود على الشمال، مش عارف اجيب طول المماس. بس هو مديك في المساله مديك طول المماس ده قسمه جزئين، جزء موجود تحت كده مديك ديفليك، مديك الاستيشن بتاع نقطه A و B بتاع الاستيشن. فانا ممكن اجيب طول المماس ده عن طريق ايه؟ مجموع مسافتين، اجيبه الجزء اللي تحت ده اطرح فرق الاستيشن، اجيب طول الايه؟ طول الجزء اللي تحت ده عن طريق فرق ايه؟ الاستيشن. طب فاضل كان في مسافه بقيت عشان اجيب طول المماس اللي هي اللي ايه؟ اللي داخله معاك في المثلث اللي موجود في الترعه ده، اللي هو المثلث اللي كان فيه زاويتين قاعده، صح كده؟ هجيبه ازاي الحته دي بتاع من طول المماس؟ قال لك اقسم طول الضلع اللي هو موجود على الشمال ده في المثلث على ساين الزاويه المقابله ليه، بيساوي القاعده معلومه كانت معلومه طولها على ساين الزاويه بتاع الراس اللي فوق، تمام؟ يبقى ايه عن طريق اللي هو ايه قانون ايه طول الضلع على ساين الزاويه بيساوي طول الضلع على ساين الزاويه، اجيب ايه؟ اجيب طول الضلع اللي هو ايه؟ اللي هو اللي موجود على المماس، اللي هو المماس الشمال بتاع المنحنى الموجود على الجزء الشمال. يبقى المماس طول المماس بيساوي المسافه اللي تحت اللي هي فرق الاستيشن زائد المسافه اللي فوق اللي هي كانت موجوده في المثلث اللي هو موجود في الميه ده اللي جبته عن طريق التشابه، اجمع المسافتين مع بعض يبقى انا جبت طول المماس. عندي طول المماس وعندي الزاويه الخارجيه لسه حاسبها من فوق اللي هي الزاويه الخارجيه ديفليكشن انجل. اعرف بعد كده اجيب الايه؟ عندي طول المماس بيساوي قانون داخل في دلتا وفي ار، هطلع ايه بعد كده الار، وبعد ما اجيب الار اجيب بعد كده عناصر المنحنى كلها اللي انا عايزها، مفيش فيها مشكله. على يا باشمهندس، ايوه السؤال اهو، المساله واضحه الاول اللي انا قلتها حالا؟ هي نظر يا باشمهندس، ما حدش، انا عن نفسي عارفها، مش عارف الناس بالنسبه لها واضحه ولا لا. اللي انا بقوله ده انت مش هتوصل لك لما اكون انت ماسك المساله وسامع صوتي مع الـ يعني انا بقول مثلا التانجنت اللي موجود على الشمال بتاع المنحنى ده بيجي مسافتين، فالاستيشن ستيشن ده اول جزء من طول المماس اللي هو جزء كان تحت، يعني لازم تبقى باصص على المساله وانا بتكلم. ايوه هي واضحه 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 يا جماعه المساله كده، دي فكرتها، فيها مشكله؟ ايوه تمام. ادي السؤال بقى، طب اكمل اخلص بس الحته بتاع المنحنى الرأس اللي تحت. المنحنى الرأس اللي تحت يا جماعه كان هو عايز ايه؟ عايز يجيب الايه سيتنج اوت، سيتنج كان طالب فيه سيتنج اوت يعني توقيع النقط بتاعت الايه بتاع المنحنى كل 50 ايه فيت، الانترفال كل 50 فيت، يعني هتقول مثلا الاستيشن وليكن مثلا بقيمه القيمه اللي بعدها ايه زائد 50، يعني كل 50 مش كل 100، هو كان عايزه كل 50. فطب انت هتجيب مناسيب النقط ازاي بتاع اللي موجود على المنحنى اللي هي السيتنج اوت ده، دايما منسوب اي نقطه كان بيساوي المنسوب نقطه بي في سي زائد ترم ناقص ترم، قلنا لو كريست كان مره نقول زائد ناقص، ولو ساج نقول ناقص زائد زي ما انت كنت في السكشن. فنشوف المساله بتاعك هل هي كريست ولا ساج، ونشوف المنسوب اي نقطه بيجي ازاي. الكريست كان ليه قانون لمنسوب اي نقطه على الكيرف والسيتنج اوت، والمنحنى الكريست او الساج بيبقى ليه قانون نفس القانون بس الفرق في الاشاره، تمام؟ وكان بعد كده عايز بيقول لك منسوب اوطى نقطه او التشنج بتاعها ريدوست بوينت او التشنج بتاعها، يعني عايز اجيب الاستيشن بتاعها والاليفيجن بتاع اوطى نقطه او اعلى نقطه. فبيجي ازاي؟ عندك بنحسب في السكشن اكس لو بوينت واكس هاي بوينت، هي نفس القانون، وبعد ما اجيب الاكس هاي بوينت واللو بوينت نعرف نجيب الاستيشن بتاع الهاي بوينت او اللو بوينت، كانت هي نفس القانون اللو او الهاي اللي هو كريست او الساج. عايزين نجيب بعد كده منسوب اعلى نقطه او اوطى نقطه، كان برضه لها قانون ايه؟ بنحسب زد هاي بوينت او اللو بوينت، كانت برضه قيمه ثابته الكريست والساج، وكنا بنجيب الايه؟ بنجيب منسوب اعلى نقطه او اوطى نقطه برضه ايه؟ اللي هي نفس القوانين سواء كريست او ساج مش مختلفه عن بعضها.
حد عنده مشكلة يا جماعة في الميد تيرم كده؟ السؤال بقى يا باشمهندس، طب بس تأكد على اللي على اللي أنا بقوله، حد عنده مشكلة في الأول بس معايا، حد عنده مشكلة يا لا جماعة في اللي أنا تمام قلته؟ تمام لا يا هندس. تمام يا هندس. لو أنت مش معايا مش واصلك، أنت بس بفتح الميد تيرم واسمع الفويس تاني مع احنا مسجلينه، هتلاقي الكلام كله واضح معاك يعني. اتفضل يا اقول باشمهندس. بقى السؤال اتفضل هندسه، اتفضل يا هندسه. اللي هو constant slope between curves is known by what term؟ كاتب الجريد والجريد تانجنت والجريديانت وقول ذا بابل. قول لي الاجابه تاني كده، معلش الاجابه. الجريد والجريد تانجنت والجريديانت والقول اوف ذا بابل. تمام. طب بص يا هندسه، خليك معايا بس كده ثانيه واحده كده، خليك معايا ثانيه واحده بس، معايا بسرعة بالله عليك يا باشمهندس، بس عشان في سيكشن تاني. بص يا هندسه، بص كده، هو دلوقتي كان في سؤال، السؤال اللي بتقول عليه اللي هو كونستانت سلوب بتوين كيرفز از نون باي وات تيرم، هل هو جريت ولا جريت تانجنت، صح كده ولا جريديانت ولا اقوله باي؟ تمام. الميل الثابت، الميل الثابت بين المنحنيين ممكن يطلق عليه اي حاجه من دول، يعني قول ذا بابل. قول ذا بابل. تمام 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 يا هندسة. لان القيمه الثابته ممكن يبقى الميل مثلا 5% اللي هو الجريد، وممكن يكون الفرق بين ميلين ثابت برضه يكون جريدينت، يكون برضه ايه، فهو يمشي معاه كله يعني. وقلنا الفيرتيكال كيرف اللي هو البارابوليك اول واحده. الاليمنت اوف فيرتيكال كيرف يشمل كل العناصر ما عدا ال ال على 2، ال ال 2 ديت الكلمه اللي هي كان الاجابه سي. تمام. بقول لك في بعد كده وات تيرم از يوزد فور انجل فورمد باي تو راديوس اند سبتنت اند ارك اوف 100 فيت، يعني الزاويه المقابله الى قوس مقداره 100 فيت اللي هي مين؟ ها درجه المنحنى ديجري اوف كيرف. تمام كده يا باشمهندس. باشمهندس، هو الامتحان ده هيبقى من كام؟ من 20؟ الامتحان ده الأعمال السنة من 40 صح؟ المفروض 40 الأعمال السنة 40. أعمال السنة هتبقى على الشتات وعلى الميد تيرم بس، مفيش غياب. الشتات دلوقتي، الشتات اللي المفروض أنت هتجمعها لي، هترفعها أنت ولا واحد يجمعها؟ ما احنا رفعناها على يا الشتات باشمهندس احنا حضرتك رفعناها دي عندك. تاني مرة بقى كده، خلاص بقى احنا يعني رفعناها. المرة الأولى، المرة الأولى مش يعني، هبص على المرة الأخيرة اللي أنا عامل عليها أسايمنت. تمام. احنا تمام، رفعنا. احنا رفعناها على ده. خلاص هيبقى عامل السنة على الشتات وعلى الميد تيرم. هيتظبط بقى، ممكن يبقى 25 بنزل و15
يعني 30 و10 25 و15 يعني لسه ايه هيبقى في الرينج ده يعني. يبقى نزلها لنا بس يا باشمهندس والنبي الدرجات بتاعة الغياب تمام الشتاء. تمام يا هندسة خلاص تمام. تمام حاجة تانية يا واحدة حاجة؟ نقفل كده ولا ايه؟ طيب ألف شكر يا هندسة. في التوفيق إن شاء الله. الملفات النهاردة كلها أنا رافعها على الشيت موجودة يا باشمهندس، موجودة على الشيت. شكرا. سلام.